النهارده جايبه لكم طريقه تنظيف المشروم. انا عندي نوعين من المشروم، البني والابيض. في كذا طريقه لتنظيف المشروم. طبعا هو المفروض ان احنا ما ننضفوش بالميه، ده المتعارف عليه. انا كنت بغسله بالميه صراحه لان بحب انضف كل حاجه، لكن اكتشفت ان في كذا طريقه لتنظيفه من غير ما نبوظه، لان هو المشروم بيبقى فيه نسبة من المية، فبالتالي لو غسلناه بالمية بيفقد جزء من قيمته وبيفقد مية اكتر وما بيبقاش حلو في الطهي. النهاردة انا هنضفه بالطريقة اللي هي منشيل جزء من الغلاف ده، هنقشره كده بالطريقة دي، بكل سهولة بيتقشر معايا. والطريقة دي أسلم وأحسن طريقة. في ناس تانية بتنضفه بيجيبوا دقيق أو ملح أو نشا ويفركوه كويس قوي كده فيها، وده بينزل أي قذرات فوق الوش أو أي تراب أو أي، لأن هو بيبقى مزروع في الأرض طبعا، فهو نوع من الفطر طبعا. فالأنضف والأحسن يعني إن احنا نستخدم الطريقة دي، ان احنا نقشره بس كده، لان التقشير ده بيشيل اي طبقة خارجية بيكون عليها تراب او طين او اي حاجة. وفي نفس الوقت ما بنغسلوش بقى مية بعد كده. لو عايزة تغسليه تحطيه فورا، تسقيه فورا في مية وبعدين تطلعيه بسرعة وتنشفيه بمناديل المطبخ او بفوطة بيضة ناشفة علشان ما يفقدش قيمته. دي طريقة تنظيفه، وقلت ازاي بنختار المشروم بيكون سليم من هنا، ما يكونش فيه اي حاجة طرية او بايظ، وما يكونش مفتوح من الجزء ده، لانه لو مفتوح بيفسد. بس في انواع معينه من المشروم هي اصلا اوريدي بتكون مفتوحه من هنا، بس النوع ده دايما بيبقى كده طبعا مقفول وفي الجزء ده، فلازم ننقي المشروم كويس. طبعا هو بيجي زي ما انتم شايفين في العلب بتاعته دي، ف يعني احنا مش بنقيه، فطبعا مش بيبان ان اذا كان كل المشروم سليم ولا لا، بس على قدر الامكان على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نشوف العلبه من بره ان غالبيه المشروم اللي فيها سليم ولا لا. طيب ده بالنسبه للتنظيف بتاعه، بس بنشيل الطبقه دي وبنمسحه بمنديل او فوطه بيضه بميه. دي اسهل طريقه واحسن طريقه، المنديل مبلل يعني بالميه، او نسقطه في ميه بسرعه ونشيله وننشفه. طيب ازاي نحفظ المشروم؟ عندنا كذا طريقة لحفظ المشروم. اول حاجة برضو بنجيب العلب اللي هي بتاعت حفظ الطعام في التلاجة، زي الزابلوك العلب دي، وبنحط في القاع بتاعها منديل ورق اللي هي منديل المطبخ، وبنحطها جزء في القاع. الطريقه دي، وبنحط فيه المشروم بتاعنا اللي نضفناه، وبعد كده بنحط طبقه تانية من الرول المطبخ فوق الوش وبنقفله. طبعا انا مش هحطه دلوقتي لاني لسه ما نضفتوش، انا بس بوريكم. وبنقفل عليه وبنحفظه في التلاجة لمده اسبوع. الطريقه دي بتساعد على انك تحفظي المشروم من غير ما يبوظ لا اطول مده ممكنه.
وفي ناس بتحب تفرزه عشان تحتفظ بيه، بس انا مش بحب الطريقة دي، لان المشروم من النوع اللي هو ايه ما بيستحملش وبيسود بسرعة وبيفقد جزء كبير قوي من ميته. وهي دي كانت معلومة النهاردة، ازاي تختاري المشروم وازاي تنظفيه، واتمنى ان المعلومة النهاردة تكون مفيدة بالنسبة لكم وسهلة. ولو عجبكم الفيديو او عجبتكم الطريقة دي، اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم، كانت معاكم بنت النيل من مطبخ بنت النيل، او مطبخي اللي هو مطبخ بنت النيل في كندا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.